متابعينا الاعزاء مستمعينا الافاضل، احيي بكم وارحب بحضراتكم من جديد في هذه الامسية التراثية المميزة التي استمتعنا بمشاهدة هذه الاشواط النارية التي ايضا تقدمت من خلال تقدم هذه الشعارات الكبيرة. يسير شوطنا 13 والذي يحمل تحديات الجعدان، نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشاركين. مباشرة أسير إلى المركز الأول، هناك مع صدارة هذا الشوط ومع المقدمة أجد أمداهم لسمو شيخ ذياب السيفال الهيان مع الصادق فضل الأمين من يأتي مع مقدمة هذا الشوط، بينما المركز الثاني فالقدوم يأتي هناك من خلال هياض من هجن الشحانية والتضمير جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل، انتقل الى المركز الثالث والقدوم هناك من الحدب ايضا القادمة في هذه اللحظات الجميلة، هناك مع هذه الانطلاقة المميزة والتحدي الرائع واللي تقدمت هناك مع الفارس الواصل هنا بشعار هجن الرياسة مع حارب بن مغير بن سالم العميمياتية من خلال هذه الانطلاقات، بينما المركز الرابع وصلح حشيم من هجن الرياسة سالم بن سعيد بن عمان المهيرياتي من خلال هذا الحضور، بينما اتجول ما بين الاسماء اتجول ما بين شعارات اصول واجول ليجد القدوم هناك من الرسمي من هجن الرياسة محمد بن عتيج بن زيتون المهيرية بطل لهذا المساء يتقدم بتقدمه، لكن وصول من ري من هجن سيح السلم سعيد بن عبيد بن مروشد والقدوم الاخر من ملفت يا ملفت يا ملفت من هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المر يقدم لنا ملفت بانطلاقاته بتحدياته بمنافسة كبيرة، من اللي وصل الواضح من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، لكني بعود الى المعركة الاولى الى الصراع الاول الى قوة هذه المنافسة في هذه الامسية الكبيرة التي تجمع ما بين الشعارات الكبرى الشعارات العملاقة، لكن من غير الى المركز الاول وانتزع الصدارة هذا هو نجم هذا نجم اللي على المركز الاول من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن عقيل يتقدم على صدارة الشوط يتقدم بمستوى كبير، بينما المركز الثاني وصولا هناك من انطلاقة ملفت القادم والمتحرك هنا بانطلاقة هذا الاندفاع هنا من هجن زعبيل القادم في هذه اللحظات، يقدمه راشد بن محمد بن سعيد بن مروشد يتقدم بهذا الشعار شعار هجن زعبيل القادم بالقوة القادم بالإرادة القادم بالطموح الذي يراوده دائما، انتقل الى المركز الثالث فوصل وتحرك هناك حشيم من هجن الرياسة سالم بن سعيد بن عمان المهيري على المركز ايضا الثالث هنا في هذه اللحظات، بينما رابعا هنا الواضح من هجن الشحانية محمد بن خالد العطية، وخامسا تقدم الميزان من هجن انتاج ام الزبار ياتي ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني، وصل في هذه اللحظات الله بدأت المنافسة يا جماعة، بدأ الصراع بدأت القوة
بدأت السرعة، بدأ الطيران من أجل الفوز والانتصار. هجل وزعبيل تتصدر المشهد لتكون حاضرة مع شاهين. من هجن زعبيل يقدم في عملية التضمير، راشد بن محمد بن سعيد بن مراشد يتقدم المتألق، يتألق بناموس هذا الشوط. إن لم يكن للمنافسين رأي آخر في هذا الشوط، وصل الميزان، وصل الميزان في أرضية الميدان. يتقدم هنا ما بين الجعدان من هجن إنتاج أم الزبار، ناصر بن حمد بن مسفر الشهواني يصل وتحركه الرسمي 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 القادم من هجن الرياسة مع محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله يا هذه المعركة، هجن زعبيل، هجن انتاج ام الزبار، هجن الرياسة. بدأ الصراع، بدأ الطيران، بدأ هنا الميزان، الميزان يرجح 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 بميزان هذا الشوط، لينطلق هنا من هجن انتاج ام الزبار. ناصر بن حمد مسر الشهواني يطير الى الشحانية، الى الشحانية، الى العنابي. هنا في هذا المساء الجميل بحضور كبير، بحضور انيق، هنا مع الفوز والانتصار، تهانينا والناموس الى هجن الشحانية بمنافسته. ايضا هنا الميزان هجن انتاج ام الزبار، والتهنية لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني من حقق هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني الرسمي من هجن الرياسة، ثالثا شاهين من هجن زعبيل، رابعا من هجن الشحانية، وخامسا من هجن الرياسة. اذا مشاهدينا الاعزاء، شاهدنا المنافسة القوية والاداء الكبير، حيث الميزان من هجن انتاجي ام الزبار يحقق الفوز والانتصار الجميل بسبع دقائق 17 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا لناصر بن حمد بن مسفر الشهواني على هذا الفوز والانتصار، بينما وصل على المركز الثاني وكان الرسمي من هجن الرياسة سبع دقائق 19 ثانية وخمسة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، بينما المركز الثالث فكان الحضور هناك من هجن زعبيل سبع دقائق 20 ثانية جزءا واحدا من الثانية، اللي هو شاهين من هجن زعبيل. والتهنئة لراشد بن محمد بن سعيد بن مروشة، تهانينا والناموس لجميع الفائزين.